الله الرحمن الرحيم. التوبيك بقى بتاع النهارده ريديس سيرفر. ايه الريديس سيرفر ده؟ الريديس سيرفر ده سيرفر وظيفته اوثنتيكيشن سيرفر. يعني ايه اوثنتيكيشن سيرفر؟ لو نفتكر اخر لاب احنا كنا عاملينه كان عندي في بي ان، والفي بي ان هنا كونكتد على سويتش، والسويتش هنا طبعا كونكتد على جهاز الاكتف دايركتوري، وافترض ان الطرف ده كونكتد الناحيه الثانيه بالريموت يوزر. الريموت يوزر ده عايز يدخل على او عايز في بي ان على السيرفر عشان في النهايه اكسس الشركه بتاعتي اللي جوه، ده سويتش وده اكتف دايركتوري. هو للدقه اللي احنا كنا عملناه قبل كده ان انا كنت مسطبه الاكتف دايركتوري والفي بي ان على نفس الجهاز كنوع من توفير الاجهزه، تمام؟ لا انا المره دي بقى قبل ما انتوا تيجوا شلت السيرفر بتاعت الفي بي ان من على الاكتف دايركتوري وخليته تاني، رجعته تاني بكارت شبكه واحد، وفصلت الفي بي ان خليته جهاز مستقل ليه كارتين، كارت ايه؟ لين وكارت وين، تمام؟ انا عكست سوري معلش، كارت هنا وين وكارت اللي الناحيه دي لين. الشبكه اللي بره كنا حاطينها شبكه 11، وكنت مديه هنا اي بي على ما اتذكر كان دوت 1، هنتشيك على الاي بيهات دلوقتي. الشبكه اللي كانت جوه كانت شبكه 192.168.0.0.24، تمام؟ والاكتف دايركتوري كان واخد اي بي كام؟ دوت 20، تمام؟ الانترفيس ده من الفي بي ان انا اديت له من شويه اي بي دوت 21، تمام يا شباب؟ ايه حوار الريدي سيرفر ده بقى؟ قال لك الريدي سيرفر ده عباره عن ايه زي ما اتفقنا؟ اوثنتيكيشن سيرفر. انا لو جالي الريكوست من الريموت يوزر ي في بي ان على السيرفر بتاعي، الفي بي ان كنا قلنا ان هو هيتشيك على اليوزر نيم والباسورد اللي كنا سميناها كريدنشلز، هيتشيك على كريدنشلز اجينست مين؟ الاكتف دايركتوري. طب افرض دلوقتي انه هيك على الاكتف دايركتوري، الاكتف دايركتوري هيبقى كومبرومايزد. طبعا اكتر مكان سكيورد المفروض يكون سكيورد في الشبكه بتاعتي الاكتف دايركتوري، ده عليه الداتابيز بتاعت اليوزرز بالكامل، صح؟ لا انا مش هعمل بقى السيناريو ده، امال هنعمل ايه؟ قال لك الريدي سيرفر ده اسم جينيريك. يعني ايه اسم جينيريك؟ ده البروتوكول ذات نفسه، ده الاسم ايه يا شباب؟ جينيريك. مايكروسوفت مسكت البروتوكول ده وعملت له امبلمنتيشن، الامبلمنتيشن بتاع مايكروسوفت اسمه ان بي اس نتورك بوليسي سيرفر، ده الامبلمنتيشن بتاع مين؟ مايكروسوفت. ميزه الريدي زي ما اتفقنا ان هو بروتوكول جينيريك، بروتوكول ايه يا شباب؟ جينيريك. يعني ايه جينيريك؟ مش بتاع حد، مايكروسوفت اخدته وظبطته، عملت منه الان بي اس يشتغل على السيرفرات بتاعتها، جينيبر اخدته وظبطته يشتغل عليها، سيسكو، ما سيسكو برضو بتشتغل اصلا بالريدي سيرفر. ده سيسكو عندها بروتوكول كده لو حد يفتكر تاكاكس بلس سيرفر. التاكاكس بلس ده مقابل للريديس مع اختلاف شويه فيتشرز يعني، تمام؟ مقابل للريديس. بس التاكاكس ده لو حد يفتكر يعني عنه حاجه، التاكاكس ده كان بروتوكول بتاع سيسكو، سيسكو بروبرتاري، ملكيه خاصه بسيسكو، فمالناش دعوه بيه اصلا، شلنا بعيد خالص، تمام؟ يبقى اقول لك تاني، الامبلمنتيشن بتاع الريدي سيرفر على مايكروسوفت اسمه ايه يا باهي؟ الامبلمنتيشن بتاع الريدي سيرفر على مايكروسوفت اسمه ايه؟ الان بي اس سيرفر، تمام؟ فانا اللي هعمله في الشبكه بتاعتي، هاجي على جهاز كمبيوتر هنا اوصله على السويتش واحوله لان بي اس سيرفر، بحيث دلوقتي ان الريكوست هيجي من الريموت يوزر على الفي بي ان، الفي بي ان مش هيبعت الريكوستات دي اصلا، او اليوزر نيم والباسورد مش هيتشيك اجينست الاكتف دايركتوري، امال هيروح لمين؟ للان بي اس سيرفر. الان بي اس سيرفر هو اللي هيروح للاكتف دايركتوري يتشيك اجينست الاكتف دايركتوري. ليه؟ لا قدر الله حصل كومبرومايزيشن للشبكه بتاعتي، يبقى مين اللي انضرب؟ ده. حطيت لاير زياده من السكيورتي ما بين الفي بي ان وما بين الاكتف دايركتوري، يهمني دي جدا جدا دايما في شبكه اللان بتاعتي اكست الكلاينتس والاكتف دايركتوري، تمام؟ كنوع بس من توفير الاجهزه شويه، انا هحط الاثنين دول على نفس الجهاز، الاكتف دايركتوري والان بي اس، يعني الاثنين هياخدوا نفس الاي بي اللي هو دوت 200. طبعا ده مش ريكومندد، المفروض يكون الاكتف دايركتوري جهاز والريديس جهاز، ده انا اصلا حاطاه عشان لو الريديس ضرب
الاكتف دايركتوري بتاعي يكون سكيور، بس كنوع من توفير الاجهزه مش اكتر. تمام. فانا دلوقتي اصلا زي ما اتفقنا جهاز الاكتف دايركتوري انا حطيت عليه كارت شبكه واحد، والجهاز تاني حطيت عليه كارتين شبكه وفاضي ما عملتش عليه حاجه خالص. الاكتف دايركتوري جاست متسطب عليه الاكتف دايركتوري، والجهاز بتاع الفي بي ان كل اللي انا عملته عليه بس قبل ما انتوا تيجوا كنوع من توفير الوقت خليته ممبر مدومين بس. تمام. لو انا عايزه اسطب بقى الريديوس كالعاده زي اي سيرفر عايزه اسطبه، هدخل على مين؟ اد رولز، نيكست، نيكست. انا عايزه اسطب السيرفر اللي اسمه ان بي اس سيرفر، نتورك بوليسي اند اكسس سيرفر. قال لي طب انا هضيف لك شويه الفيتشرز دي. ماشي يا عم، اوكي. نيكست، نيكست، شويه فيتشرز عايزه اسطبها. نيكست. اللي انا انترستد في الليسته دي، اللي انا انترستد فيه في الليسته اللي قدامي دي النتورك بوليسي سيرفر. الان بي اس سيرفر ده لما سطب له هيسطب لي كمان سيرفيس كمان معاه. قال لي ان انا هسطب لك النتورك بوليسي سيرفر، وهسطب لك معاه كمان سيرفر هناخده المره الجايه ان شاء الله اسمه الناب سيرفر، نتورك نتورك بروتكشن سيرفر. الناب سيرفر ده بقى او نتورك سوري اكسس بروتكشن. الناب ده لو تفتكروا ايام الانترودكشن واحنا بناخد جزء انترودكشن كده قبل الكورس، لما كنت كلمتكم عن تكنولوجي البيوت البرينج يور اون ديفايس، هات جهازك وانت جاي من البيت واشتغل عليه. كنت قلت لكم افرض دلوقتي مثلا يوزر جاي وليد جاي لي باللابتوب بتاعه يحط الكابل في الشبكه بتاعتي، اللاب بتاعه متنيل فيروسات ومتبهدل، هيبهدل لي الشبكه بتاعتي كلها صح؟ لا، مش هيقدر يدخل على الليل الا لما يروح الاول للناب سيرفر. الناب سيرفر هيعمل ايه؟ يبدا يتشيك كده على سكيورتي ليست، عندك انتي فيروس؟ اه. اب تو ديت ولا لا؟ اه. طب عندك الويندوز ابديت؟ اه. طب مسطب اخر ابديت او منزل اخر ابديت من موقع مايكروسوفت ولا لا؟ لا، مش هيدخله ساعتها الشبكه، يروح مدخله على منطقه اسمها ريميديشن اريا، منطقه الحجر الصحي. منطقه الحجر الصحي دي لو تفتكروا كنا قلنا بيبقى فيها مجموعه من السيرفرات، على سبيل المثال دبليو ساس اللي بينزل الابديت، انتي فيروس سيرفر، الكلاينت يظبط نفسه وبعد كده يحاول تاني يدخل على الشبكه، بس قبل ما يدخل على الشبكه يروح تاني لمين؟ للناب. اللي هو في سيسكو سير عندها سيرفر مقابل للناب كده بس اسمه ناك، ناك سيرفر. تمام. ده باذن الله الاوبشن اللي انا اخترته ده هيسطب لي الان بي اس والناب، نيكست وانستول. لغايه بقى ما هنا انستول الان بي اس سيرفر، هنروح بس على الجهاز بتاع الفي بي ان اللي انا هجهزه في ان، نسطب عليه بس نحوله الفي بي ان سيرفر. اد رولز، نيكست، نيكست. كمراجعه بقى كنا بنعمل ايه؟ بنسطب ايه؟ ها؟ ريموت اكسس، برافو. نيكست. تمام. انا عايزه اسطب ايه دلوقتي، راوتنج ولا في بي ان؟ انا مش انترستد خلاص في الراوتنج، يعني انا انترستد في مين دلوقتي؟ في الفي بي ان. نيكست. بعد ما اخلص هنا الانستليشن كلوز افتحه ازاي؟ كالعاده زي ما بفتح اي سيرفيس، من تولز نتورك بوليسي سيرفر. كان ممكن افتحه من هنا برضو على فكره. بس انت التنفيذ غريب بقى. تدويت بقى. نعم؟ لما بنفتح حاجه من هنا بتفتح التنفيذ غريب غير لا هو بس بيقول الى حد ما بس بياكل شويه اوبشنز بس مش اكتر، انما هو يعني ومش كله على فكره، في برضه بيصوره لك هو بس انا دايما بصراحه بفضل ان هو يتفتح في ويزرد لوحده. طب هو بيعمل ايه بقى خدمه الويب ده؟ يعني تحط عليه مثلا موقع وتبلش الموقع ده الناس تشوف. هبقى اعمله لكم ان شاء الله. لما عملوش قبل كده اصلا بس في سيرفيسز كتير بتحتاج الاي اي اس، انما الاي اي اس هو محتاجه ليه؟ لان في سيرفيسز كتير انت ممكن تكونكت عليها مش على الجهاز ذات نفسه، مش على الكونسول بتاع الجهاز ده، انت ممكن تكونكت عليها ريموتلي من بعيد عن طريق ايه؟ ويب ابلكيشن. انت راجل بتاع حسابات صح؟ عن طريق ويب ابلكيشن، يعني تفتح البراوزر وتكونكت على الابلكيشن ده عن طريق بورت. تمام. صح؟ ماشي، بس انا عايز اعرف احنا مسطبينه عندنا ليه يعني؟ هو محتاجه. مين محتاجه؟
في سيرفيسز وانا بسطبها، مش وانا بسطب السيرفيس اصلا بيحتاج فيتشرز معاه. اه بس ده مش لا ضروري، مش في سيرفيسز وانا بسطبها اصلا. خد بالك المكنه دي من اول ما بدانا في الكورس وسطبنا عليها بدري. عايز افتكر بقى الاي ار اس ده نزل امتى، هنبقى نشوفه. حاضر. المهم بس اخلص ده. ال ان دي اس سيرفر انا مسطباه دلوقتي على نفس الجهاز بتاع الاكتف دايركتوري، ورغم كده مصت في البدايه خالص اعمل له ريجستريشن جوه الاكتف دايركتوري. اعمل له ريجستريشن ازاي؟ هكليك هنا يمين على اسم الجهاز بتاعي واقول له هنا لسه مش حاسس بيه. انا عم انجز الدنيا تقلب تاني. هو المفروض ان هو هنا مش هيبقى يكون ريجسترد كده. انا عامل ريجستر نفسه ولا ايه؟ لا هو طبعا مستحيل يكون عامل اصلا ريجستر لنفسه، بس اعتقد علشان الباور لما فصل مره واحده عن اللاب اعتقد ان في هنا تهيس حصل. عموما طالما هو قايل لي كده خلاص اوكي خلينا معاه. المفروض ان انت لما تكون لسه مسطبه فروم سكراتش حتى لو على نفس الجهاز بتاع الاكتف دايركتوري هتيجي هنا كليك يمين وتقول له ايه؟ ريجستر سيرفر ان اكتف دايركتوري. تمام؟ تمام يا شباب. بعد كده نرجع تاني كده على الرسمه بتاعتنا. ممكن عشان نفس الماشين مثلا؟ لا 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 مش علشان نفس الماشين، اللاب ده مش اول مره اعمله يعني. هي كل اللي فيها بس ممكن عشان الكهرباء لما قطعت واضطريت ان انا افصل لما اضطريت ان انا اشيل السيرفيس وتتسطب تاني ممكن يكون هيس الدنيا فيها. اوكي. الفي بي ان سيرفر ده هو ده سيرفر صح، وفي نفس الوقت بنسميه ريديوس كلاينت، وفي نفس الوقت هيلعب كدور ايه؟ ريديوس كلاينت. طب الان دي اس سيرفر ده هو ده مين؟ الريديوس سيرفر. الريديوس ايه يا شباب؟ سيرفر. فانا لازم الاول اعرف الكلاينت للسيرفر، يعني هاجي على الريديوس سيرفر ذات نفسه واقول له خد بالك الكلاينت اللي هيجي يتشيك عليك هو مين؟ الفي بي ان اللي الاي بي بتاعه كذا. واضحه؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ يا اما اجي هنا من ريديوس كلاينتس اند سيرفرز، ريديوس كلاينت اهو ممكن اكليك هنا يمين واقول له نيو وهمشي ويزرد كده معين، او لو انا جيت على كلمه السيرفرز دي ذات نفسها اللي هي لوكال ده معناه ان الماشين بتاعتي هي نفسها اصلا الان بي اس سيرفر، هلاقي في هنا بيقول لي انت عايزه تظبطي السيرفر بتاعك يكون نوع ايه؟ ناب ولا ريديوس سيرفر؟ وضحت بقى كلمه ريديوس اهي باهي. تمام؟ ريديوس سيرفر لفي بي ان ولا ريديوس سيرفر لبروتوكول دوت 1 اكس؟ احنا مش انترستد دلوقتي اصلا في بروتوكول الدوت 1 اكس ده خالص، انا عايز اشغله ريديوس لمين؟ للدايل اب ولمين كمان؟ الفي بي ان. تمام؟ واجي بعد كده هنا اقول له كونفيجر في بي ان اور دايل اب. بيقول لي هنا بس انت عايزه تشغليه لمين؟ للدايل اب ولا الفي بي ان؟ في بي ان. وهنا بس هكتب له اي اسم كده تمام عشان يعرفني بس الرول دي بتاعت ايه. نيكست. مين هو الريديوس كلاينت بتاعك؟ اد. مين هو الريديوس كلاينت يا شباب؟ ايوه الاي بي بتاع الفي بي ان سيرفر. هدي له هنا اي اسم تمام فريندلي نيم عشان ابقى عارفه بس اسم الكلاينت. مين هو الاي بي بتاعه؟ ممكن اكتبه له بالاسم دوت سيتا دوت لوكال افريفاي كده مثلا عليه ريزولف. جابهولي اهو بالاسم، جابهولي سوري بالاي بي، معنى كده ان دي ان اس شغال تمام وفي كونكشن ما بينهم. ده يا اما تكتبه بالاي بي يا اما تكتبه بالاسم. الاسم ده اللي هو اسم الفي بي ان. ما هو دلوقتي طالب مني ايه يا خالد؟ اسم المكنه. ايوه اسم المكنه تمام. ريكومندد بقى ان لما بكون بظبط الريديوس كلاينت والريديوس سيرفر احط ما بين الاثنين كي. ايه الكي ده؟ اعتبروا لي الكي ده ان هو باسورد. نتخيله مع بعض ان هو ايه؟ باسورد. بس في لغه الريديوس بنسميه كي، او في لغه الاوثنتيكيشن بصفه عامه بنسميه كي. ليه؟ زي مثلا ان انا هحط الكي هنا سيكريت وهحط الكي هنا سيكريت، نفس الكي عشان ما يجيليش اي واحد كده يمثل نفسه كانه هو ريديوس كلاينت ويبقى يدخل على الريديوس سيرفر بتاعي. لو مش معاك كي هيعرف ان هو شغل نفسه كريديوس كلاينت؟ لا ما معوش الكي.
فالكي ده هظبطه على الريديس كلاينت وبرده هروح اظبطه على الريديس سيرفر. احنا دلوقتي بنظبطه على الريديس سيرفر تمام. نوع الكي بتاعي مانيوال ولا جنريت؟ لا انا هقول له ايه مانيوال. سي مثلا سيكريت وكيس سنسيتيف كابيتال كابيتال سمول سمول، ولا يعمل هو جنريت بنفسه؟ لا انا عايز اعرفه عشان اصلا احطه بايدي هناك تمام. وطبعا انا اصلا لسه اول ويزرد نشغله خالص، فما فيش عندي اي تمبلت للشيرد سيكريت تمبلت ده. هو السيكريت مش شيرد سيكريت دي بتتحط امتى؟ هو مش شرط بس يعني كسكيورتي المفروض ان انت تحط كي اصلا على الاثنين. ليه؟ عشان اي كلاينت يحاول ان هو يعمل نفسه او اي سيرفر في بي ان مثلا او اي حاجه تانية يحاول يمثل نفسه ان هو ريديس كلاينت، هيعرف يريجستر نفسه جوه الريديس سيرفر؟ لا طالما مش معاه نفس الكي. لا طبعا ما انا هظبط نفسك. لا طبعا هروح دلوقتي اصلا على الفي بي ان واظبطه تمام. اوكي نيكست. بيقول لي هنا ايه انت عايزه تشغلي بروتوكول ايه؟ الام اس تشاب فيرجن 2 ولا الام اس تشاب ولا الاياب؟ فاكرين الكلام ده بتاع المره اللي فاتت الفي بي ان تمام. كنا قلنا الام اس تشاب فيرجن 2 ده لغايه دلوقتي في الليسته اللي قدامي دي هو المور سكيورد، بس بيشتغل على مايكروسوفت بس تمام. في عندي فيرجنز اقدم شويه اسمه تشاب، بس تشاب ده على لو انا هشغله على نون مايكروسوفت كلاينتس. في عندي ام اس تشاب ده السكيورتي بتاعته اقل. الليست اللي قدامي انا هختار ام اس تشاب فيرجن 2 لان هو ده اقوام في السكيورتي. نيكست. بيقول لي انت عايزه الكلام ده يتطبق على مين؟ يعني ايه يتطبق على مين؟ لو تفتكروا المره اللي فاتت واحنا بنتست على الفي بي ان، انا كنت جيت على اليوزر اللي اسمه عبير وبايدي كده خليتها الاو اكسس في دايركتوري ريسيرش اند كمبيوترز. عبير تحت التابه بتاع الدايل ان تمام. انا بايدي خليتها الاو اكسس ديناي، مش هتعرف تدخل بالفي بي ان. طب الاوبشن ده بيقول لي ايه؟ كنترول اكسس ثرو البوليسي اللي هتطبق على الان دي اس. يعني انا دلوقتي بدل ما اجي على يوزر يوزر عندي 50 يوزر، بدل ما اجي على يوزر يوزر واقول لهم الاو، لا انا اصلا هخليهم كلهم تابع بوليسي واحده هظبطها على الان دي اس سيرفر تمام كده. انا لازم اخش عملت لا هوريك دلوقتي اوبشن تو اوفر رايت الكلام ده تمام. لكن لو انت جيت قلت له الاو، انت حددت الاو ديناي، انت حددت ديناي، فالديفولت اصلا ايه؟ الديفولت اصلا ايه بهي يا بهاء؟ ان هو تبع او هيمشي على البوليسي بتاعت الان بي اس سيرفر صح؟ اصبروا علي اصبروا علي واحده واحده تمام. المهم ان الديفولت اصلا ايه بهي؟ ان هو هيتبع البوليسي. يبقى انت اصلا مش محتاج ان انت تظبط الكلام ده على مستوى كل اليوزر، انت هتيجي تظبطه على مين؟ على الان بي اس سيرفر بس تمام. انت عايز الكلام ده البوليسي اللي انا هكريتها دلوقتي هنا تطبق على كل اليوزرز ولا على جروب معين؟ تجمع اليوزرز جوه جروب، والجروب ده هو بس اللي مسموح لي انه يدخل بالفي بي ان اللي هو متطبق على اللي متطبق عليه البوليسي دي. ما انت هتجمع لي اليوزرز اللي جوه الدومين تحطهم في جروب مثلا اتش ار مثلا تمام، وتضيف هنا جروب اللي اسمه اتش ار. يبقى الاتش ار ده هيطبق عليه البوليسي اللي انا هحددها هنا دلوقتي تمام. ميزه البوليسز لو سبتها يبقى الكلام ده هيطبق على كل الجروبس وعلى كل اليوزرز اللي هو اصلا اوريدي باي ديفولت ان هم بيتبعوا الان دي اس سيرفر بوليسي تمام. ميزه ان انا اطبق حتى البوليسي هنا زي ما هنشوف كمان شويه باذن الله، ان انا ممكن احدد اليوزرز الفلانيين دول يدخلوا على الفي بي ان من الساعه كذا لكذا تمام. ممكن اقول ان هو يفضل ايدل لمده كذا، لو فضل ايدل لمده كذا يبقى تعمل له ديسكونكت للسيشن تمام. ممكن اقول له الناس اللي جايه لي عن طريق الدايل اب والدي اس ال بس، لو واحد جاي لي عن طريق تكنولوجي الفريم ريلي او تكنولوجي الاي تي ام لا ما دخلهوش. في فليكسبيليتي او مترو ايثرنت مش عارف ايه، في فليكسبيليتي مهوله فوق ما تتخيل. انما الطريقه اللي انا لسه موريها لكم ديناي ولا اكس ولا الاو، انا قلت يا الاو يا ديناي. انما لو مشيت على الويزرد دلوقتي زي ما هنشوف زي ما اتفقنا، لا ده انا ممكن العب في البوليسي زي ما انا عايزه تمام. فقلنا تاني الكلام ده انا عايزه اطبقه على مين؟ كل اليوزرز ولا جروب معين؟ لو انا عايزه جروب معين هقول له اد وبراوز على الجروب بتاعي من الاكتف دايركتوري تمام. لكن لو عايزاه يطبق على مستوى الناس كلها نيكست هيطبق على مستوى كل اليوزرز تمام. طب الفلتر، الفلتر ده كنت قلت لكم حتى فكروني المره اللي فاتت واتاخرنا قبل ما نمشي،
السنسور ده معناه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان ممكن اسمح للناس اللي هتجيلي بالفي بي ان تدخل بترافيك معين، تدخل مثلا بالريموت ديسكتوب، لكن مثلا لو حبت ان هي تعمل بنج لا. فممكن اقول له بالنسبه للاي بي فيرجن 4 الانبوت اللي الناس اللي هتجيلي من بره ممكن اعمل له مثلا نيو بوليسي، تمام. طبعا السورس هو الناس بتوع الفي بي ان اللي هيقول لي مش عارفه ايه ببروتوكول ايه، هبقى اوريها لكم اصلا من جوه الويزرد. المهم ان اصلا البوليسي دي معناها ايه او الفلتر ده معناه ايه، اني بحدد انواع معينه من الترافيك هي اللي تجيلي من بره وانواع تانية مش هسمح بيها. بمعنى ايه تاني؟ ان انت هتجيلي من بره هتجيلي بالريموت ديسكتوب هسمح لك بالريموت ديسكتوب، تيجي تعمل عليا تلت مش هتعرف. لا ما هو انت كده دخلت جوه شبكة اللان بتاعتك، طالما دخلت جوه شبكة اللان ممكن تريموت ديسك توب على اي كاستنج. هو لو صوت الريموت ديسك توب اللي داخل ان انا ادخل على سيرفر من البيت مثلا، لا لا مش عاوز ان انا الفي بي ان مش كده. الفي بي ان خد بالك من حاجة، الفي بي ان وظيفته ان هو اخد اي بي من البول اللي انا كنت ظبطتها المرة اللي فاتت في الدي اتش بي الصغير اللي عملناه، اديه للكلاينت اللي جايلي من بعيد، تمام، بحيث ان هو يبقى ليه اكسس جوه اجهزه اللان، جوه الاجهزه اللي ليها برايفت اي بي جوه اللان. طالما بقى جوه اللان ممكن مثلا يكون عايز يعمل ريموت ديسكتوب على سيرفر جوه، المهم انه بقى جوه اللان يعمل بقى اللي هو عايزه جوه، تمام. طيب نيكست، طب انهي بروتوكول اوثنتيكيشن اللي انا عايزه اشغله، المايكروسوفت بوينت تو بوينت انكريبشن ولا ال 40 بت ولا 56 بت ولا 128 بت؟ طبعا السكيورتي بتقول ان كل ما حجم الكي بيكبر كل ما السكيورتي بتعلى بس البرفورمانس بيقل. فالفي بي ان كلاينت دلوقتي لما هيجي لي هيحاول الاول ان هو يتشك او يدخل عن طريق الام بي بي اي 128 بت. طب لو ما كانش بيسبورت ال 128 هيجرب ال 56، لو فشل ان هو ينجشيت عن طريق ال 56 هيجرب مين؟ ال 40. دايما بيجرب اول الاول السكيورتي بتاع الكي الاعلى، تمام. نيكست ريل ام، ايه الريل ام ده؟ مش مايكروسوفت بس هي الوحيده اللي عندها اكتف دايركتوري سيرفيس، ده في برضو لينكس عندهم برضو اليونكس، بس في اللينكس واليونكس بنسميه دايركتوري سيرفيس، بنسميه ايه دايركتوري سيرفيس سمبلي بنسميه الريل ام. الريل ام ده ايه يا شباب؟ ها دي السكيورتي دايركتوري سيرفيس. يا خالد خليك معايا، دي دايركتوري سيرفيس اللي موجوده في اجهزه اللينكس واليونكس، تمام. بيقول لي فوق هنا المفروض ان الاي اس بي هو اللي يكون مديني الريل ام ده، احنا ما عندناش ريل ام والاي اس بي مش مديني حاجه، فهنقول له هنا نيكست وخلاص. ريل ام تاني ده اسم الدايركتوري سيرفيس على اجهزه تانيه، على اللينكس ماشينز وعلى اليونكس ماشين. يعني الاكتف دايركتوري في لغته على اللينكس واليونكس. افرض ان انت دلوقتي مش بتتشيك اجينست الاكتف دايركتوري اللي على مايكروسوفت، انت بتتشيك اجينست دايركتوري سيرفيس على جهاز تاني لينكس يونكس، فمسموش بقى اكتف دايركتوري اسمه ريل ام. ما انا لسه قايلين ده البروتوكول جينيريك بيشتغل على الكل، تمام. ده سامري عن اللي بيحصل عندي فينيش. فاكرين لما كنت قلت لكم ممكن ان انا اظبطه من الويزرد ده او ممكن من الريديوس كلاينت؟ هو انضاف مرتين ليه؟ في حاجات غريبه بتحصل. ايه عايز ايه يعني ساعه لا هو المفروض يظهر واحد بس كان ممكن ان انا اجيبه كده او كان ممكن ان انا اقول له على كلمه ريديس كلاينت يا شباب اكليك يمين واقول له ايه نيو، مش هو ده نفس الويزرد بتاعي، ونكست اوكي واكمل الويزرد بتاعي، تمام. ايه بقى ريموت ريديس سيرفر جروب ده؟ قال لك ده انا ممكن كمان اكون مشغله بروكسي ريديوس. ايه بروكسي ريديوس؟ يبقى عندي ريديوس كمان او ان بي اس سيرفر كمان، ادي واحد كمان اهو ان بي اس اتنين مثلا، الريكوست هيجي لي اصلا من الكلاينت ده على الفي بي ان، الفي بي ان يبعته على مين؟ على الان بي اس اللي تحت، الان بي اس اللي تحت ياخده يبعته على الان بي اس اللي فوق، الان بي اس اللي فوق هو اللي يبعته على الاكتف دايركتوري. شغلانه يعني ده طبعا لما اكون بقى في اورجانيزيشنز محتاجه سكيورتي عاليه جدا 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 بقى،
واللي تحت ده ساعتها السيرفر اللي تحت ده بنسميه بروكسي ريديس، بنسميه يا شباب بروكسي سيرفر بروكسي ريديس. تمام، هو نفس طريقه الام بي اس. ام بي ال اس الام بي اس يعني هو نفس الشغل بتاع السيرفر اللي فوق الام بي اس. الام بي اس اه، بس كل اللي فيها تاني زي ما قلت لك، افرض حصل كومبرومايزيشن على الشبكه بتاعتك، مين اللي يبقى كومبرومايزد؟ بيتعامل مع حاجات تانية ولا نفس اللي هو دي؟ يعني الـ VPN بتتعامل معاها على طول تاني. الريكوست هيجي على مين؟ على مين يا بهاء؟ NPS 2. اه NPS 2 ياخد الريكوست، يعني معنى كده ان NPS 2 ده هيعتبر سيرفر للـ VPN، وكلاينت الـ NPS سيرفر 1. و NPS سيرفر 1 ده السيرفر اللي هياخد الاوثنتيكيشن يبعته على الاكتف دايركتوري. زي ما اتفقنا على شركه الاورجنايزيشن، الاورجنايزيشن دي الشباب اللي هي بتبقى ضخمه، اللي هي بقى زياده في السكيورتي. تمام، فبنسميه ساعتها بروكسي ريديوس. انا طبعا ما عنديش انا اصلا بروكسي سيرفر او بروكسي ريديوس، فهنطنش ده خالص. تمام، انا عايزه بس اتشيك على ده ليه ظهر مرتين. فريش، شفتوا مش قلت لكم في حاجه مش طبيعيه؟ صح، اه، لانه كان ما اعرفش ليه ظهر مرتين. مش انا قلت بلاش تدلت حاجه، لازم يعني الكلام ده نيكست. تمام، اه بالمره تراجعوا عليه. في بي ان السيرفر بتاعي 1968.1.201 فيريفاي كده ريزولف جابوا. سيبريت، لا مش ريكومندد حته جنريت دي خالص عشان تبقى عارف الكي اللي انت حاطه. نيكست، مايكروسوفت تشاب، ده الجروب، مش هعمل جروب، ده فلتر. نيكست نيكست فينش. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. ريفرش، المهم ان هو المفروض بيصير سطر واحد، انا مش عارفه في ايه النهارده. تمام، بعد ما خلصت كده تعالوا بقى نكونفيجر مين؟ الفي بي ان سيرفر. تمام، لان الفي بي ان سيرفر ده اللي هيبقى كلاينت بقى. ما هو الفي بي ان سيرفر هيشتغل كايه؟ كريديس كلاينت. تمام، اه اروح بقى كده على الفي بي ان سيرفر واخلص الرول اللي هو سطبها. كنا بنفتحه منين؟ من راوتينج اند ريموت. فين 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 راوتينج اند ريموت اكسس؟ لا ده دي مكنه مش جديده خالص، دي مكنه اوريدي من اللي انا كنت ايوه يا هاني، دي مكنه اللي انا كنت عامله اوريدي عليها قبل كده الدي اتش سي بي في الاوفر، واحنا بنشرح الدي اتش سي بي في الاوفر، هي دي المكنه دي فعليها اوريدي سيرفيس برضه، وهي دي تقريبا اللي كنت عامله عليها التشايلد اكتف دايركتوري، مش مكنه جديده خالص يعني. هو دلوقتي الفي بي ان بتاعي شباب 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 مش كونفيجرد، كليك يمين كونفيجر اند انيبل راوتنج اند ريموت نيكست. فاكرين الوزر ده انا عايزه اشغله ايه؟ كفي بي ان. نيكست، ها في بي ان نيكست. انا عندي كارتين، انهي كارت اللي طالبه اللي هو كونكتد لمين؟ تو ذا انترنت. الكارت اللي اسمه وين؟ ومش عايزه اشغل الفلتر ايه؟ تمام يا شباب، بيقول لي طب انهي كارت عندك اصلا اللي كونكتد باللين؟ اللين نيكست. طب البول من الايبيهات اللي انت عايزه توزعيها؟ تمام، نيو، هديله مثلا من 192.168.1. 192.168.1.20 مثلا، وادي له كم اي بي؟ لا احنا اتفقنا اه ده دي اتش سي بي صغير، الفي بي ان ذات نفسه انا كده حولته الفي بي ان صغير او دي اتش سي بي صغير، بيوزع الاي بيهات دي على اكست الكلاينتس اللي هتجي لي اللي هو اللي ريموت. وبناخد استاتيك اي بي مختلف. اه ما ده اللي انت كنت بتقول، ما انا قايله لك ينفع عادي جدا لان الفي بي ان اصلا هيشتغل كراوتنج برضه. وليد يا شباب بيقول ان هو لما جه يجرب التاسك دي عنده في البيت حط لي هنا نتورك مختلفه تماما عن النتورك بتاعت اللين، وهيشتغل كمان مش هيقول لا. ليه؟ لان الفي بي يعني مثلا 192.168.2
تمام وهيشتغل مش هيقول لا. ليه يا شباب؟ لان الفي بي ان اصلا بيشتغل كراوتنج برضه. تمام يعني انت دلوقتي لو خليت دي هنا 2 بدل 1، لو خليت دي 2 بدل 1 مش ده نتورك مختلف عن النتورك بتاعت اللام بتاعتي، لا هيجي لي وهيشتغل عادي ومفيش اي مشكله. يعني انا بدخله الاول، لان الفي بي ان ساعتها بيشتغل كراوتنج فهيروت الداتا ما بين الاثنين نتورك. هو مش هنديله اي بي من الرينج اللي هو الاثنين بقى اللي انا هحطه ده هيكريس اهو هنعملها ده كده في نتورك اي دي مختلف عن اللان بتاعتي. تمام وكنت قلت لكم برضو زودوا هنا اي بي. ليه نزود اي بي؟ عشان السيرفر. تمام نيكست هنشوفها دلوقتي. بيقول لي دلوقتي هي بقى الشاشه دي اللي هتختلف. بيقول لي انت عايزه لا منطقي لان لسه بقول لك انه هيشتغل كراوتنج مش هنشيلها اصلا زي اي بي من ضمن الرينج بتاع الصوت عشان هو يقدر يكونكت. طب لو عملت راوتنج ما بينهم هيكونكتوا على بعض ولا لا؟ راوتنج ده شبكه وشبكه. ايوه طب الشبكات المختلفه بتشوف بعض ازاي يا خالد؟ دي 11 وانا عملت دي شبكه ثانيه. طب انا ليه الشبكات المختلفه؟ تعال نخليها واحد. لا نخليها واحد وبعد كده نبقى نشوف الحوار ده بعدين. اركنوها دلوقتي نخلص الان بي اس وبعدين نتناقش في دي. نخلص الاول الان بي اس. لا نخلص الان بي اس الاول. هشرحها لكم في الاخر بعد ما اخلص الان بي اس بس عشان بس ما تدخلوش المواضيع في بعضها. بيقول لي دلوقتي طب انت عايزه تعملي اوثنتيكيشن اجينست الاكتف دايركتوري ولا الريديوس؟ هي دي بقى الشاشه المختلفه. انا هقول له ايه بقى؟ لا شغل لي ريديوس سيرفر. نيكست. مين هو الريديوس سيرفر بتاعك؟ اللي اسمه هو اسمه ايه؟ ام بي اس. لا اسم المكان او احطه بالاي بي وخلاص. ها هو ما انا مش فاكره اسمه يعني. تمام انا ممكن يكون ايوه ممكن يكون عندي واحد كمان الترنت بحيث البرايمري ده لو وقع يبص على الالترنت. تمام طب الشورد سيكريت سيكريت واضحت بقى بنكتبها ازاي؟ يبقى بالتالي اي في بي ان سيرفر يجي يقوم وما معوش شورد سيكريت مش عارف ايه اصلا يبقى كلاينت عندي على الريديوس. طب ما عشان كده قلت لك بلاش خليه بري شيرت. تمام ده اوبشن غبي قوي ده. تمام ايوه يعني ايه لازمته الجنريت ده؟ خلص الاول ابص كده فينيش خلص الاول حته فاتت يعني. بيقول لي ان انا هشغل لك الريلي ايجنت. يا سلام عليك اللي كان نفسي اشرحه المره اللي فاتت واللي قبل كده. لسه هشرحها لا النهارده ان شاء الله بعد البريك. بعد البريك عايز اخلص الجزء ده خالص ان شاء الله. قبل ما هنشرحها الريلي ايجنت. قبل ما يتسطب بتاع ده ايه بقى الجنريت ده يعني بيحط هو يعني لوحده؟ اه الباسورد بيحطه لوحده؟ بيجنريت لي وانت تاخده تحطه هنا. هاخده من غير ما اعرف ايه؟ هو هيجنريت كي انت هتبقى عارفه هتاخده تحطه هنا بس. لو انا عامل حاجه مثلا دي هعملها هوريها لك. لو انا عامل انستليشن هوريها لكم بدل ما تقعدوا تتخيلوا. لو انا عامل انستليشن مثلا اليوزر هو اللي عايز يخش ايوه اللي قال هو يعرف بقى منين الكي ده هو انت اللي عامل الشبكه كلها. هو عارف سكرت ازاي مش انت اللي قايلها له؟ اه وانت برضه اللي هتقول له الثانيه. ايه ده بجد والله يعني هو بيجنريت كيو خلاص؟ بس كده اه يا عم انت معاك الموضوع بالنسبه للدي اتش سي بي رينج لو احنا حطينا اثنين وكان في اصلا الاثنين دي كانت موجوده مثلا كانت موجوده جوه اللان؟ هي عاده اصلا هي اعتراضكم ان هي اصلا مش هتكون موجوده جوه اللان. هي لو كانت موجوده بص بقى يا عم دلوقتي اسمعها عايز ايه؟ بعد ما اخلص اهو بعد ما عمل له كونفيجريشن دي كانت طريقه ثانيه كان ممكن اجي اصلا على اسم الجهاز بروبرتيز يعني اقصد مثلا ان الفي بي ان انت مسطبه بس كنت عامل له اوثنتيكيشن من الاكتف دايركتوري بدل ما تهده وتبدا تبنيه ثاني من اول انت كان ممكن تيجي على اسم الجهاز كليك يمين بروبرتيز وتيجي على سكيورتي. تمام مش كان المره اللي فاتت احنا كنا مخدين مختارين ويندوز اوثنتيكيشن تغير ده تقول له ايه ريديوس اوثنتيكيشن وتقول له كونفيجر وتكتب هنا الاي بي اد وتكتب الاي بي بتاع الريديوس سيرفر يبقى بدل ما تهد شغلك كله ظبط من هنا وخلاص. ايه الانيشال سكور؟
انيشال ايه؟ سكور. فين الانيشال سكور ده؟ لا اول مره اخد بالي منها مشتاش قبل كده. دي تاسك بقى انت تعرف لي دي لان انا اول مره اخد بالي منها. الاوثنتيكيشن ميثودز بقى تمام. انا عايزه اشتغل ايه؟ ام اس تشيك فيرجن 2 مش ريكومندد الاياب. مش عايزه اياب. احنا اتفقنا ان الاياب اصلا السكيورتي بتاعته اضعف تمام. ابلاي بيقول لي بس عشان نظرا لان انت عملتي تشينجز هنعمل بس ريستارت للسيرفيس على ما يرستارت السيرفيس بقى شباب. على ما يرستارت السيرفيس هروح كده على الريدي سيرفر هلاقي في عندي هنا اتنين بوليسز ظهروا او سوري بوليس جديده ظهروا. لو نزلت تحت نتورك بوليسز انا نفسي اعرف ليه بيظهر اتنين. لا دي علشان تقريبا احنا عملنا مره البتاع مرتين ديليت. دي تقريبا عشان احنا اصلا عملنا مرتين. ريفرش كده تمام. ال NTS سيرفر باي ديفولت هلاقي في عندي هنا اتنين بوليسي دول نازلين معاه اساسا. يعني انا لو كنت سطبت ال NTS قبل ما كونفيجر الكلاينت قبل ما اعمل اي حاجه كنت هلاقي الاتنين بوليسي دول. البوليسيز دي بتقول لي ايه؟ ديناي اكسس. البوليسيز دي بتقول لي ايه يا شباب؟ ديناي اكسس. نظرا لان انا عملت كونفيجريشن دلوقتي لل VPN فاداني كده هنا بوليسي كمان ورقمها واحد. رقمها ايه؟ واحد. والبوليسي دي انيبلد تمام. والبوليس دي بتعمل ايه؟ جرانت اكسس ولا ديناي اكسس؟ جرانت تمام. هو طبعا جرانت يعني بيسمح. طبعا هو بيبص للبوليسز بالارقام بالترتيب. يعني هيبص الاول على البوليسز اللي رقمها واحد. فالبوليس دي لو ما كانتش موجوده كان هيبص على البوليس اللي رقمها. هو دي برده مش المفروض تبقى كده بس نفس الفكره. نفس الفكره بالظبط. فهو بيمشي على البوليسز بالترتيب. فالبوليس الاولانيه لو جيت افتحها كده واشوف ايه اللي جواها دبل كليك عليها البوليس دي انيبلد جرانت اكسس ولا ديناي؟ جرانت. طب بص الاوبشن ده بيقول لي ايه؟ اجنور يوزر اكاونت دايل ان بروبرتيز. يعني ايه؟ يعني لو اليوزر عاملها بنفسه او انا صراحه جيت على عبير وقلت له الاو مش هيعتبرها دي. قلت له ديناي مش هيعتبرها دي. ليه؟ هيبص على البوليسي غصب عني. ليه؟ ما انا قلت له طنش اللي متظبط عند البروبرتيز بتاعت اليوزر. دايما بص على البوليسي. وضحت كده بقى سؤالكم يا باهي؟ طب لو انا كنت عايزه ان انا كنت سالت في الحته دي وقلت له لو انا عملتها الاو لو جيت على اليوزر هنا هنا دايل ان انت سالت لو انا خليتها الاو تمام. وضحت كده. عشان كده قلت له قلت لكم اصبروا شويه عشان البوليسي راحت فين. قلت لكم تاني هنا الاوبشن ده طالما عليه علامه صح يبقى مش هيبص على حته ان هو اكس لو اكسس ولا ديناي اكسس. كده كده هيطبق عليه البوليسي. واضحه؟ نوع الكونكشن طبعا بتاعي في بي ان اللي انا بهتم بيه قوي قوي بقى اللي هو الكونسترينز دي. الاوثنتيكيشن ميثود. الاوثنتيكيشن ميثود انا شغاله ام اس تشيب فيرجن 2 ولا انت عايز تشغلي بروتوكولات ثانيه؟ لا كويس قوي الام اس تشيب فيرجن 2. طب الايدل تايم اوت اليوزر اللي جاي لي من بره ده لو فضل ايدل ما بيعملش اي حاجه خالص فتح الكونكشن وقعد ممكن بدل ما هو مستهلك الكونكشن كده بدون اي وجه داعي اعمل له ديسكونكت بعد كذا مثلا 5 دقائق تمام. طيب السيشن تايم اوت معايا ده اهي السيشن تايم اوت يعني لو الراجل ده داخل على السيشن وبيكتب وشغال وداخل كونكشن برده ممكن اعمل له تايم اوت زي مثلا لا صعب قوي 5 دقائق يعني ساعه تمام. يبقى حتى لو شغال هعمل له تايم اوت بعد قد ايه؟ ساعة. تمام. ايه تاني؟ الدي اند تايم ريستريكشن. انا ممكن احدد له دي وتايم معين بدل ما بيدخل في كل الاوقات لا مثلا هقول له هنا ديناي واسمح له بس من الساعة مثلا سي 9 ابتداء من ساندي لغاية الساعة 6 كل ايام الاسبوع ما عدا الفرايدي والساتردي. هو ده الجروب بتاع اليوزر نفس ما مش انا سمحت لكل اليوزرز تمام. انا كده شغال على المكنه الفي بي ان ولا على لا ده على المكنه بتاعه الريديس. لا ده على الفي بي ان. يا جدعان دي مكنه الريديس. الريديس اهو ده على الريديس. ايوه انا دلوقتي شباب انا دلوقتي بعدل البوليسي. البوليسي بالعقل كده تتعدل على مين؟ ايوه انا سؤال على الريديس سيرفر.
بعمل بوليسي على الفي بي ان ولا بعمل بوليسي على اليوزرز؟ على اليوزرز اللي هيجوني من بره. تمام؟ بس اتفقنا تاني، بدل ما هروح على يوزر يوزر واقعد اقول له الاو ولا ديناي، وحتى لو كان عندي خلق ان انا اقعد اعمل لهم الاو ولا ديناي، كبيري الاو ديناي، انما عن طريق ده. ده انا بلعب في الاوبشن زي ما انا عايزه، ده انا اقول هيجولي بس في الوقت من كذا لكذا، لو حاولوا يجولي في وقت تاني لا. ده لو فضل ايدل لفتره كذا هعمل له ديسكونكت. طب بصوا كمان الجامده دي، ده لو جاي لي عن طريق مثلا شبكات توكن رينج مثلا، بلاش توكن رينج ما حدش بيشتغل عليه، شبكات ايثرنت مثلا او كيبل تي في اتش اللي هي الوان تكنولوجيز يا خالد. ايوه تمام، كل دي انواع وان تكنولوجيز اهي وايرلس. تمام، هيجي لي لو جالي مثلا بوان كونكشن معين اسمح له، بوان كونكشن تاني همنعه، لو جاي لي مثلا بمترو ايثرنت وبدي السيل هسمح له انه يدخل، غير كده همنعه انه يدخل. تمام، تحكم كامل في البوليسي. حد تهمني كده في حاجه شباب؟ تمام تاني اهو سؤال، سيبك كتير من ده، انا بتكلم على الريكوست ده، بلعب في البي بي ان ولا بلعب على كل البي بي ان؟ بيجيب الريكوست من اليوزر الريموت يوزر، يدخله على مين؟ على الريديس. على الريديس، الريديس يشك على البوليسز اللي عنده هنا. تمام، يطبقت عليه، يتشك على اليوزر نيم والباسورد من الاكتف دايركتوري. تمام، يعني انا لو قايله مثلا دلوقتي على الريديس دخله من الساعه كذا لكذا، الريكوست هيجي لمين؟ للفي بي ان، يجي على الريديوس. ايوه ممنوع يدخل دلوقتي يعني، خلاص انتهى. لازم يعدي على الفي بي ان. ايوه كده كده، ما طبيعي هيدخل تاني، بيروح على الفي بي ان، الفي بي ان ياخد الريكوست يعدي على الريديوس، الريديوس ياخد الريكوست يعدي على الاكتف دايركتوري. تمام، احنا كان سؤال البوليسي بتطبق فين؟ على الريديوس. في الريديوس. تمام، دايل ان بقى دلوقتي، هتاكد ان عبير دلوقتي شباب، هتاكد ان عبير دلوقتي مش الاو مش ديناي، انا عايزاها ايه؟ تبع الان بي اس بوليسي، والان بي اس بوليسي بتاعتي دلوقتي بتقول ان هي هتبقى انيبلد. تمام، نتست بقى كده حاجه على مكنه الكلاينت، دي مكنه الكلاينت اللي احنا كنا عملنا عليها تيست المره اللي فاتت، اللي هي عبير صح؟ دي مكنه الكلاينت تقريبا اسمها، مش فاكره. لا مكنه الكلاينت لا، عبير مكنه الكلاينت واحنا بنعمل تي ام جي. طيب يعني دي مكنه عاديه؟ مكنه عاديه، ده اللي احنا كنا اتخانقنا فيها المره اللي فاتت. ايوه يعني ان هي المكنه اللي هندلها اي بيات 11002 اللي كنا قلنا اللي هي المفروض تطلع انترنت. ايوه المكنه اللي هي هتخش كيوزر عشان تشغل البوكس اللي هي دي، كنا قلنا تاني دي المكنه دي يا شباب، شباب دي المكنه دي اللي هو الريموت يوزر. تمام، والمفروض تكون طالعه عن طريق الانترنت، فانا دلوقتي ما عنديش انترنت ما بين الاثنين، هسيميوليت ان هي في دايركت كونكشن ما بينها وما بين الفي بي ان، انما في الواقع وراها راوتر، والفي بي ان وراها هو كمان راوتر، وما بين التو راوترز في انترنت. تمام، دخلها في جروب بقى صح؟ دخلها في ايه؟ في جروب اليوزر ده. ليه يا عم المكنه دي؟ ليه؟ مش احنا قاعدين على جروب معين؟ ليه انيبل اكسس لكله؟ نتاكد بس كده من الاي بي هات، انا دلوقتي سامحه لكل الجروبس. تمام، طب خليك معايا يا محمد وهتوضح دلوقتي ان شاء الله. هي واخده اي بي هات كده غلط، نظبط بس الاي بي هات بتاعتها. هي اصلا المفروض ما تكونش ممبر من الدومين، انا عايزه مكان عاديه. ممبر من الدومين؟ مش هي دي المكنه بتاعتها. لا لا لا، مش هي دي المكنه بتاعتها، المكنه الاخرانيه. المكنه الاخرانيه دي، هي دي كانت المكنه بتاعتنا اللي بنتست عليها. انا عايزه مكنه ورك جروب تكون بره خالص، ده ريموت يوزر جاي لي من بعيد، هو ماله ومال الدومين بتاعي؟ بس يا باشمهندس في الويندوز اوثنتيكيشن المفروض يكون الجهاز اللي هو الفي بي ان جاين الدومين. الجهاز بتاع ايه؟ الفي بي ان. طب ما هو جاين الدومين في الريديوس، المفروض الفي بي ان عادي ما تكونش جاين الدومين. ليه؟ يعني ريكومندد جوه اللان بتاعتك تكون كل السيرفرات اصلا يعني ممبر بدومين. لا الفي بي ان المفروض هو ما يكونش جاين الدومين. عشان النفس يبقى هو اللي بينزل على الدومين نفسه. بينزل على ايه؟ الاكتف دايركتوري. ثانية واحدة بس يا وليد، نتست بس وبعد كده هبقى معاكم دلوقتي. ده الكونكشن اللي كنا عملناه المرة اللي فاتت صح؟ تديك يمين ندلته او ندس كونكت عشان نعمل بقى كونكشن جديد. ديت حتى خالص هو مش عايزين.
تمام. هتاكد بس ان الاي بيهات بتاعتي 11002 عشان يبقى ليها اكسس على الفي بي ان سيرفر 11001 في اكسس اهو عليه تمام. يبقى معنى كده ان في انترنت كونكشن ما بين، انا تاني بسيميليت ان في انترنت كونكشن ما بين ايه؟ انت عندك انترنت والفي بي ان سيرفر عنده انترنت، يبقى شايفين بعض. تعملي كونتر بس اخلص، حاضر اخلص بس الجزء ده الله يكرمكم. هسطب نيو كونكشن، هسطب نيو كونكشن، اخلص ده وبعد كده هاخد اسئلتكم. هخلص ده وبعد كده هاخد اسئلتكم. انا عايزه كونكت ايه؟ في بي ان نيكست. هدخل في بي ان، انا مش عايزه دلوقتي انستول انترنت كونكشن تمام. هسمي الكونكشن او الاي بي بتاع الكونكشن بتاعي الانترنت ادرس بتاع الفي بي ان سيرفر اللي هو ناحيه البابليك اللي ليا كونكت عليه تمام. وهسميه مثلا اسم يبقى ليا سهل ليا عشان ابقى عارفه الكونكشن ده بتاع ايه. اتكريت اهو كونكت. انا عايزه ادخل على سي، تعالى عبير ما هو ده الريموت يوزر، ده الريموت يوزر يا جماعة. في سؤال لا تكنيكال، خلص اخلص اركز لان كده طول، ده مش طبيعي. اخلص وبعد كده نشوف انتوا عايزين ايه يا جماعة، الله يكرمكم. سؤال فني كده، بص ايديكوا اخلص وبعد كده الاسئلة اللي انتوا عايزينها ما تفصلوش. لا السؤال لان ده كده اصلا طول، السؤال تعبك والله مش دخل اهو كونكتد تشينج تمام. الكونكشن اهو ظهر، دبل كليك شباب، دبل كليك واخد اول اي بي من البول، او بمعنى ادق تاني اي بي من البول. وقلنا اول اي بي من البول بتتاخد لمين؟ للسيرفر ذات نفسه. انا دلوقتي داخله ببروتوكول ايه؟ بوينت تو بوينت تانلينج بروتوكول تمام. اخر حاجه بقى في الجزء ده وبعد كده اخد اسئلتك. اخد اسئلتك ايام الالف، ايام الفي بي ان على 2003 كان الموضوع اسهل من كده بكتير. ده الشاشه بتاعه الفي بي ان سيرفر، ده الكونسول بتاع الفي بي ان سيرفر. كانت الليله كلها من هنا ريموت اكسس لوجينج اند بوليسز، كنت بكليك هنا اصلا واقول له نيو بوليسي واشتغل. كانت البوليسي سهله جدا وما كانش اسمه ان بي اس اساسا. الان بي اس ده زي ما اتفقنا ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 تمام. هو ده انا تاني اهو الكونسول ده بتاع مين يا بهي؟ مش الفي بي ان، ده الفي بي ان. انا بوريك ايام ال 2003 كان اللي بيحصل، البوليسي كانت بتتحط على الفي بي ان، ايام ال 2003 كانت بتتحط فعلا على الكونسول بتاع الفي بي ان سيرفر تمام. انما هنا اختفى الاوبشن ده، وحتى جايب لي هنا ايه؟ لانش ان بي اس. ده في حاله لو انا مسطبه الان بي اس يعني على نفس المكنه بتاعت الفي بي ان، يعني هو كان شغال بقى ريدياس وكان شغال كل حاجه بالظبط تمام. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا المكنه بتاعت الفي ان ما سطبتش عليها اصلا ان بي اس صح. ولو جيت انا على الان بي اس كليك يمين لانش ان بي اس، شوف كده ايه اللي هيحصل. ده اتفتح اهو تمام. ولو دخلت على بوليسز في اتنين بوليسي موجودين اصلا باي ديفولت، الاتنين ايه؟ ديناي. دول الرقمين اللي كانوا المفروض يظهروا هناك يا شباب، بس زي ما قلت لكم المكنه من ساعه ما الباور فصل عليها وهي هيسه يعني تمام. دول الرقمين اللي كانوا المفروض يظهروا عليها ارقام كبيره، لان احنا اتفقنا ان البوليسز بيبص عليها بترتيب سيكونس نمبر. ومجرد بس لو رحت كده على الراديوس تاني مكنه الراديوس، مجرد بس ما انا خليت الجهاز بتاع الفي بي ان كلاينت للراديوس هو لوحده كريت لي رول دي او البوليسي دي. واضحه؟ تمام. اسئلتكم بقى.